من امبارح واسم الفنان عبد الرحمن ابو زهره متصدر الترند، وده طبعا من بعد مشاركته في حفل زفاف حفيدته الانفلونسر ساره صبري، واللي نشرت فيديو عفوي جدا بينها وبين جدها على صفحتها في انستغرام. يعني كمية المشاعر الحلوة بين الجد وحفيدته في فيديو مش معقولة، وفعلا أثروا في الناس بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وخاصة أنه من فترة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مر بظروف صعبة من بعد إصابته بكورونا، فوجوده في الحفل طبعا كان جميل جدا، وشفنا فيديوهات كتير قوي للعروسة مع جدها واللي كان بيرقص بالعصاية، وسارة طبعا كانت متفاعلة معاه طول الوقت. أكيد ربنا يديم الأوقات الحلوة بينهم والصحة عليهم.